مصيبة الإنسان يبكي على أمير المؤمنين. هذا الإمام المظلوم كان ينظر إلى النجوم والكواكب ليلة القشراء من لفت حيدر بقيده ويعاين نجوم السماء والدمع منثو ويقلب الطرفة وبنات تنوح بالدو مستوحش العالم على حيدر الكرة كلثوم طلعت تسحب ذيال المصيبة وتصيح يا ناصر الهادي يا حبيبة الليلة يبوه يا حالتك والله عجيبة ما غمضت عينك وشوفك عندك أفكار قالها يا بنتي العمر قوى والأجل حان يا ويلي يعني أنا اللي رايح للموت يا زينب قالها يا بنتي العمر قوض والأجل حان ما حد يفر من المقدار والذي كان يحفظكم الله من التشتت يا عدنان قالت يا بويا ذوبت قلبي بهالأخبار قال لها أمير المؤمنين يا زينب راقب الفاج حتى تعلميني تقول زينب راقبت الفاج فحينما دخل الوقت أيقظت أمير المؤمنين يا علي يا علي توضأ الإمام بأبي وأمي لبس ثيابه زينب تقول له وين رايح يا علي في هذه الليلة فلتكن صلاتك معنا في الدار قال لها لا يا زينب صلاتي في المسجد أين المنادي وعليا يقولون تقدم الإمام وإذا بأوز قد أهديا للحسن والحسين ما إن رأيا أمير المؤمنين يريد الخروج من الدار وإذا بهما يصيحان في وجه علي فقال أمير المؤمنين صوائح تتبعها نوائح عظم الله أجوركم أراد الإمام أن يخرج من الدار تعلق مئزره بالباب يا علي وإذا به يقول جاوبني أنت بعد اشدد حيا زيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بوانيك كما أضحك قداه كذاك الدهر يبكيك عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء خرج الإمام من داره توجه إلى المسجد ها وزينب في الدار واضع يدها على قلبها تقول متى يا علي أسمع هذا الأذان يعني أنت وصلت إلى المسجد سالم سالم دخل أمير المؤمنين المسجد تقدم نحو المأذنة عظم الله أجوركم وإذا بذلك الأذان يرتفع الله أكبر الله أكبر زينب قالت يعني علي سالم يعني علي وصل إلى المسجد الله لا يفجعكم بأحبابكم أبو حسين شال الصهات والحور النجيبة سمعت كلامه وصفجته
بجفها كئيبة وتقول يا رب الوصي إلى البيت جيبة سالم ترى الأيتام تضلل بفيا سمعت كلامه وبالعشر صفجة الهامة سالم عساك تعود يا كهف اليتامى وشهر العبادة يا علي تمم صيامة زينب يا حيدر ترتجي منك الجية وعليا وزينبا نزل الإمام من المأذنة كانت من عادته إيقاظ النائمين عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء مر على ذلك اللعين على ابن ملجم وكان نائما على بطنه قال له يا هذا قم من نومتك فإنها نومة يمقتها الله بعد ذلك توجه إمامكم إلى محرابه أين المنادي وعليا أين المنادي وإماما أين المنادي وزينبا أين المنادي وحسينا أمهل ذلك اللعين إمامك حتى دخل في صلاته مهد قلبك للمصيبة يا مؤمن يا موالي يا سادة هذا جدكم أمير المؤمنين صح ونادي وعليا أمهل الإمام حتى دخل في ركوعه رفع رأسه من الركوع ثم توجه للسجود عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء بعد ذلك رفع الإمام رأسه من السجود فضربه بالسيف على رأسه وإذا بالنداء من أمير المؤمنين بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله فزت ورب الكعبة وإذا بصوت من السماء تهدمت والله أركان الهدى وانطمست والله العروة الوثقى قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقياء وصل هذا الصوت إلى دار علي ما إن سمعت زينب هذا الكلام إلا ولطمت على وجها وصاحت وأبتا وعليا خرج الحسن والحسين من الدار وهما مسرعان حتى يصلان إلى المسجد ما إن رأى الحسن أباه أمير المؤمنين إلا ورمى نفسه عليه أبا أبا وها ضيعتا وصلوا إلى المسجد شدوا جرح أمير المؤمنين تقدم الحسن ائتم بالصلاة بعد ذلك أرادوا أن يأخذوا عليا إلى الدار هذا الموقف عظيم على قلبك العذر إليك يا صاحب الزمان العذر إليكم يا سادة هذا الموقف وأسألك الدعاء حملوا أمير المؤمنين الحسن والحسين شوف المصيبة
يقولون ما إن تقربا من الدار فإذا بعلي قال أنزلوني هنا. قالوا ليش يا علي أنت ما تقدر تمشي؟ قال حتى لا تراني زينب. قال هنا هنا قبل الدار نزلوني، ها قبل أن نصل إلى الدار. لكن زينب واقفة على باب الدار يا مؤمن، زينب سمعت النداء تهدمت والله أركان الهدى، وإذا بزينب ترى أمير المؤمنين عظم الله أجوركم، صاحت من هذا، وإذا بالحسن والحسين صاحا وعليا. والنجونا نادت يا المجيب لي جاوبني مأجور، والنجونا نادت يا المجيب لي هل شايلين وياكم مني، اسمع هذا الوصياح صوبين، خوف جيت العود يا طيبي، خوف جيت العود يا طيبي، لما نسمع الحسن وحسين قالوا يا زينب زايد لونين ابوك انطبر والراس. ابوك انطبر والراس نصين، هلايت نادت وهلت دمعة العين، هي هلا تنادت دمعة العين، وزينب تنادي هل ذي محمول من وين، بالله اخبروني يا اخواني حسن وحسين، قالوا لا يمخدر سيد الكون، هي صرخة صفجة بيدها وبالحال خر. آه يا علي نسألك وندعوك وأنت بهذه الدموع لا تنشف هذه الدموع يا مؤمن، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عشر مرات، يا الله يا الله يا الله يا الله جميعا، يا الله يا الله يا الله يا الله سبع مرات، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم ما شاء الله يا أرحم. فلنتوسل بأمير المؤمنين صاحب هذه الليلة بعلي 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 بدموع زينب يا الله، بفقد الحسن والحسين يا الله، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، اللهم شافي كل مريض.